السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على علي بن شيخ، يعني وين بعد فوز وتتويج المنتخب المغربي يعني بكل جدارة أمام منتخب الشقيق كذلك مصر، يعني نقولوا منتخب شقيق منتخب مصر كذلك، وين لعب مباراة كبيرة ثم نهائي بين عرب ما حشمناش نهائي. أنا نعرف عيش أنا 120 دقيقة ما حشمناش فيها، ما حشموناش ثم ولادنا ما حشموناش، يعني جاو الأفارقة، جاو سعد كل أفارقة، يعني حتى من أوروبا جاو مكتشفين، يعني احنا عرب ما حشمناش روحنا. على هذيك نقول شكرا للمنتخب المغربي، شكرا للمنتخب رغم الخسارة، وين المنتخب المصري مشكور 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 مشكور، خاطش على النهائي، هذا هو النهائي، هذا هو النهائي تاع كبار، هذوما الكبار، هذه هي. وشاهدنا وين نعاودو نولو للمقال واش قال علي بن شيخ. قبل لا نبداو ماذا بكم عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، ماذا بكم جماعه عاونونا بالبارطاج وعاونونا بالجيم باش نقلعو التبليغات اللي راهم علينا، وحنا رانا نهضرو الا كرة قدم. انا واحد من الناس نهضر كرة قدم ولعب، علاش راكم تسينيالو فينا؟ نعرف انا كاين بزاف خوتنا الجزائريين راهم يسينيالو فيا، ربي يهديكم. حنا رانا نهضروا كرة قدم يا جماعة، انا مانيش نعاير في الدين، مانيش نعاير في العروبة، ماني نعاير في، يعني انا نهضروا كرة قدم. ما يبقى علاكم تعاير، علا راكم علا تسبوا فينا، ولا حنا نهضروا كرة قدم. نشكر مصر، كون مصر ربحت كنت غادي نشكر، نقول مصر قدموا مباراة رغم النقص العددي ومنا ومنا وهما مشكورين، ونقول باللي مغاربة لعبوا داروا اللي عليهم والله غالب، وكما يقول ألف مبروك لخاوتنا مصاروة، وإن شاء الله نتمناو يعني يشرفونا ذروك، نتمنى المنتخب المصري المنهزم يشرفنا في فرنسا، المغاربة خاوتنا فانيك يشرفونا فانيك في فرنسا، الماليين ونتمنى فانيك غينيا يعني تلعب ماتش دو باراج في آسيا وتتأهل ويشرفونا. نحن أفارقة، نحن أفارقة، هانوا الشيطان أفارقة برابرة مسلمين كاع ما عندك ما تهدر، ما عندك ما تهدر خويا. عرب ولا كل، يعني تحية لكل العرب ولكل يعني القبائل الكبرى، كل القبائل الكبرى والى العرب، هذه هي احنا خاوة، ما كاش قاعدة بيناتنا، ما هانا الشيطان صاحبي، راكم تعايروا فينا لا هضروا كرة قدم. نسمعوا علي بن شيخ، ما تنساوش اعطونا اعجابات تاعكم. هل اقنعك هذا الكلام؟ لا لم يقنعك. اسمع علي مباشرة، انا جو ريسبكت علي بن شيخ، وطني جزائري وطني ويتكلم الحقيقة. شوف انا واش قال، واش قال على المنتخب على النهار اللي الاخر راح للمغرب، واش تكلم يعني واش تكلم. اسمع شوف، احترم الكلام تاعو ولكن انا ما قنعتش، انا ما نمنش بلي راهو مريض لي قال ما نجيش للسطاج هذا باسكو الوالد تاعي مريض، انا بور مو راهو شغلو يجوز وين يحب كاين يتكلم واش عليه. تما انت كابيتان ما لازمش يجوز لي فاكونس في مراكش، بصح لي ماهوش كابيتان او سيفيل، هذا ولينا في العسكر هنا، واللي الاخرين لي جون سيفيل ماجي بالرحمه والاخر، واش عليه يجوزوا في مراكش؟ بركونا اللي راح يجوز اللي فاكونس في مراكش، لباب الماروكان سي نوتر فرير، سي نو فرير، خاوتنا في اي حاجه، تبقى امور سياسيه ان شاء الله الامور تحسن ان شاء الله قدام بور لي دو بي، ان شاء الله يا ربي. ولكن راح يجوز لي فاكونس سي فالا بور لوي مغربيه، غدوه انت تحب تروح تجوز فاكونس ولا انا نروح هذيك يسوطيو عليها هذوك العديان وراح للمروكين، نروح للمروكين نروح نجوز لي فاكونس. ورا المشكل، المشكل ماهوش هنا بور ديفي الديبا، نو اون ريست سو لو بروبليم محرز كاين اللي هو انا نشوفهم كاع اللي قعدوا كاع مستوى عالي كاع هذه في كوب دي موند، هادو لعبوا لي كوب دي موند وي سارتان. وهذه والله العظيم علي بن شيخ
مين ربحت المغرب ربح اسبانيا، شوفوا اش قال. قال نشوف باللي المغرب غادي يروحوا للنصف النهائي. اسمعوا تشوف الناس اللي تعرف بولا. انا نشوفهم كاع اللي قعدوا كاع مستوى عالي. واو كاع ما تقوليش هادو لعبوا لي كوب دي موند. وي سارتان بي، انت تقصد على المغرب تسمى ما عدا المنتخب المغربي الذي لم يسبق له الوصول الى نصف النهائي. واش عليه؟ ما بصح الحق الوقت، الحق الوقت ممكن يروح دوك الدومي فينال. سمعتوها؟ اللي قعدوا هاد لي زيكيب اللي قعدوا يستاهلوا كاع يلحقوا راهم تبقاتك المستوى هذا. دونك افضل ثمان منتخبات في الدوره لحد الان. نعم بور لو مومون هادو هما اللي مخيرين. زيكيب اللي جوسكا بريزون داروا دي ماتش في المستوى. طوب 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 طوب. مي عاودوا رطرقوا الحاله مع المكسيك ومع والله. لا طوب، الله يعطي الصحه علي بالشيخ. يعني وين نقولوا باللي رياضي رياضي، انسان رياضي، انسان كبير، يعني يعرف كره قدم، يعرف كره قدم خويا. هذه هي نقولوا ان شاء الله بربي. علاش احنا ما نعاندوش؟ ماشي نحزد، انا ما نحزدش مغاربه، انا جامي ما نحزدش، ما نحزد. لا تونس راحوا لعبوا كوب دي موند ربحوا فرنسا فرحت سيبورتيتهم، السعوديه ربحت الارجنتين فرحت، المغرب واش دار؟ انجاز عالمي، انجاز تاريخ، شرف العرب وشرف شرف منطقه تاعها، شرف العرب، شرف افريقيا، يعني وين فرحنا به. الكاميرون ربحت البرازيل فرحنا. اي ما كاش، انا ما تبانليش بلي حاجه صعيبه ولا لا. هذه يا خويا هاتو فاني بارتي كبيره تاع اخرى فين لعبوها انجليز مع اسبانيا. بارتي نار اخويا، نار 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 والله، لا نار والله، لا نار شعلت ابويا يا نار والله نار. نقولوا بلي بصحتهم، نقولوا بلي بصحتهم، يعني وين قدموا، يعني تشوف صورة كبيرة. حنا في الفانيك في الألعاب البحر الأبيض المتوسط، يعني تشوف صورة كي دايرة. راك تشوف هيا لا، شوف شوفوا غادي نوريلكم هنا في الجزائر. شوف الصورة هنا في الجزائر، شوف الصورة هنا في الجزائر، هذه هنا في الجزائر ألعاب العربية، الألعاب العربية. شوف الصورة، شوف راك تشوف الصورة كي دايرة، راكم تشوفوا. يا هاولي هذوك ناس من بعد نجي هنا نعاير، ما عندي حتى فايدة. أنا نعاير زعما كنعاير المغاربة، لا نعايرهم، ما عندي حتى فايدة. يعني السياسة مواليها كاينين، وفي السياسة بيناتهم هما راه ما عارفينش كاين. حنايا والله ما رانا عارفين في جدها بولون، على هذيك ما نبغيش نهدر، ما نبغيش، مش أنا عارفينش كاين، ما تعرف والو. هذه هي، نقولوا بلي ألف مبروك خاوتنا، وفانيك نتمناو كي المنتخب المصري فانيك يشرفنا، يشرفنا في الأولمبياد. فانيك ما ننساوش المنتخب المصري، المنتخب المغربي، بطل إفريقيا، المالي، ونتمنى حتى الغينية تتأهل، نتمناو الغينية تتأهل، حتى غينيا نتمنى لها تتأهل خويا. هذه هي، نتمنى حتى غينيا تتأهل، علاش لا؟ نتمناو غينيا وتتأهل خويا. ماشي سهلة، بارتيا كانت عالمية خويا، مباراة اللي كانت عالمية، مباراة يعني كانت عالمية 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 عالمية، والله لا كانت عالمية. الله يعطيهم الصحة، الله يعطيهم الصحة، والله لا كانت في العالميه خويا والله. وبالشيخ هذا هو بالشيخ اللي يتكلم الحقيقه، يتكلم يعني واش يشوف. ما بالشيخ هذا ما يجي البلاطوات، مش يعطيني ورقه، ما يعطوش ورقه، انا لا ديبال، ما يعطوش ورقه، يتكلم واش يعرف من التالي كاع. والله لا يتكلم واش يعرف، امنوني بالله من التالي. هذه هي، الله يعطيهم الصحة، والله لا فرحتونا وعشنا معاكم 2022، عشنا معاكم فانيك، الله يعطيكم الصحة المغاربة.
تنساوش خاوتنا عطونا جيم كومونتير بارطاجونا لي فيديو لي مشي ابوني معنا ونكونوا دائما معكم بالجديد وربي يحفظكم ويحفظنا خاوتي.